وصفت الخارجيه الايرانيه اغلاق القنصليه الامريكيه في البصره بانه هروب الى الامام واجراء مشبوه وقائم على سياسه الاسقاط رغم توفر الادله الكثير على ضلوع عناصر خارجيه في الهجوم الوحشي ضد القنصليه العامه الايرانيه في البصره لكن التبريرات الصبيانيه المتهوره من جانب المسؤولين الامريكيين التي ترمي الى نشر الفوضى في العراق والضغط على الحكومه في هذا البلد باتت واضحه تماما من خلف كواليس هذه المسرحيه اجراء مرفوض ومدان تماما